الحضور مواصلة لهذا البرنامج. الآن الكلمة للزميل الصحفي والمذيع بتلفزيون براديو بي بي سي القسم العربي المذيع عمر عبد العزيز. أنا بين العمرين. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أولا أنا أشكر الزملاء في بي بي سي على تلبية الدعوة، أستاذ عادل سليمان، أستاذ حيدر البطاط، أستاذ هدى الرشيد، الأستاذ عمر الطيب، والأستاذة زينب بدوي. ما أتيحت لي الفرصة أنه أعمل مع الأستاذ محمد خير البدوي، لكن التقيت به في لندن. ما طيب خليني برجع أعمل أوكي. كده كويس. ما أتيحت لي الفرصة أعمل مع الأستاذ الراحل محمد خير البدوي، لكن التقت به في لندن في 3 أو 4 مناسبات اجتماعية، وتعرفت به وعرفته على نفسه وإنه أنا من الأجيال الجديدة في البي بي سي، فأداني بعض النصائح وسألني من بعض الزملاء، وكنت حاسس في كلامه بالكثير من الحنين والولاء والوفاء لهذه المؤسسة. كنت أتمنى أنه أكون سعيد الحظ زي أستاذ عمر الطيب وزي بقية الأساتذة اللي عملوا مع الأستاذ محمد خير البدوي، له الرحمة والغفرة. عملت مع الأستاذ علاء الصديق العزيز 10 سنوات من مارس 2006 لمارس 2016، وكتبت مرثية في نفس يوم وفاته بعنوان لو كنت أعلم يا علاء ما بين مارس ومارس. الزمان مارس عام 2006 قبل 10 سنوات وبعد أيام معدودة من انضمامي للبي بي سي. المكان بوش هاوس، المقر السابق للقسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية. رأيت علاء يومها لأول مرة أمام مدخل القسم العربي. تقدم علاء نحوي مرحبا، سألني عن تاريخ وصولي إلى لندن وكيف وجدت البلاد وكيف وجدت البي بي سي وغيرها من الأسئلة التي تطرح على الزملاء الجدد في أول لقاء. عرفني على نفسه فقلت له إنني أستمع إليه عبر إذاعة بي بي سي وإنني من المعجبين بشعر والده حسن عباس صبحي، وخاصة قصيدة ماذا يكون حبيبتي التي يغنيها عبد الكريم الكابلي. تبادلنا أرقام الهواتف في ختام لقائنا الأول، ومنذ ذلك الحين بدأت بيننا علاقة صداقة وزمالة ملؤها المودة والتقدير والاحترام. كان هذا في مارس عام 2006. الزمان مارس 2016 بعد 10 سنوات من لقائنا الأول، وتحديدا يوم السبت 5 مارس عند 9:45. المكان غرفة المتواضعة في هارو رود. اتصل بي علاء حوالي 8:15 لكني لم أتمكن من الرد حينها. عاودت الاتصال به حوالي 9:45، وعلى الرغم من سوء الإرسال في غرفتي عادة إلا أن الخط الهاتفي كان واضحا جدا في تلك الليلة، وكأن القدر أبى أن يعاندني في تلك المكالمة الأخيرة. جاء صوت علاء نقيا هادئا عبر الهاتف. تحدثنا يومها عن البي بي سي والأوضاع السياسية في السودان
وغلاء المعيشة في لندن، تحدثنا عن إجازة الأخيرة في السودان وعن ازدحام القطارات في ساعات الذروة، تحدثنا عن أشياء كثيرة، وتحدثنا كذلك عن سيرة الموت. نعم، تحدثنا عن سيرة الموت، فقد توفي صباح هذا اليوم الدكتور حسن الترابي، وقبله بيومين توفي الأستاذ الإذاعي محمد خير البدوي. كنت أسمع كثيراً وأقرأ كثيراً تعبير سخرية القدر، واستخدمت أنا نفسي هذا التعبير كثيراً، لكني لم أعرف المعنى الحقيقي لسخرية القدر إلا بعد رحيل علاء. فقد اتفقنا في ذلك اليوم على العمل سوياً لتأبين الأستاذ محمد خير البدوي، ولم أكن أدري أنني سأقف هنا لكي أؤبنهما في يوم واحد. كان علاء راغباً في الحديث في شتى الموضوعات، كان ينتقل من موضوع لآخر ومن قضية لأخرى، ولا يرغب في التوقف عن الحديث على غير عادته، وكأنه كان يعلم أنها ستكون مكالمته الأخيرة معي. بعد فترة من الزمن لاحظ علاء نوعاً من الإرهاق في صوتي، علق على الأمر، فقلت له إنني لم أنم جيداً ليلة البارحة. واصلنا حديثنا، لكنه عاد بعد قليل وقال لي: يا زول أنت تعبان، أمشي نوم. رددت عليه قائلاً: يلا نتلاقى في الشغل، يلا نتلاقى في الشغل. قلت هذه الجملة لعلاء عشرات المرات، بل ربما مئات المرات، ولم يراودني الشك مطلقاً في يوم من الأيام بأننا قد لا نلتقي مرة أخرى. كانت هذه هي العبارة التي أختم بها أو يختم بها هو المكالمة، كان أحدنا يقولها فيرد الآخر إن شاء الله على أمل اللقاء في مكان العمل. لم يراودني الشك مطلقاً في أننا قد لا نلتقي مرة أخرى يا علاء، لكن ظنك خاب هذه المرة يا عمر. لن تلتقي بعلاء مجدداً، لا في العمل ولا في أي مكان آخر. لن تستمع إليه وهو يلتفت إليك في غرفة الأخبار ويطلب منك ممازحاً أن تخفض صوتك. لن تستمع إليه وهو يطلب منك أن تصحبه أثناء الدوام لشرب كوب من القهوة. سامحني يا علاء، كنت تود الاستمرار في الحديث في تلك المكالمة الأخيرة. لو كنت أعلم أنها ستكون الأخيرة يا علاء لأطلتها قدر الإمكان، لا لكي أمنحك وقتاً، ولكن لأمنح نفسي السكينة واليقين قبل أن ترحل. لو كنت أعلم أنها ستكون المكالمة الأخيرة يا علاء، فقط لو كنت أعلم. السلام عليكم.